أوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية شباب وصبايا. اليوم محاضرتنا حتكون على زي ما قلت قبل قليل، اللي هو على برنامج الكاد كام وهاو تو جنريت جي كود اوتوماتيكلي. يعني عندي رسمة معينة واحنا نستخدم على طول الجي كود او ننتج الجي كود او نحصله من الرسمة اتسلف. أوكي، فخلينا بس مثلا نشوف بس تو سلايدز وبعدها ان شاء الله نرجع للبرنامج بشكل مباشر. طيب احنا في المحاضرات اللي فاتت تعلمنا كيف انه نكتب الجي كود ان ديتيلز زي ما هو شايفين على السلايد الحين امامكم. نشوف سطر سطر وكيف يتحرك الجسم بشكل ستيب باي ستيب، وهذا طبعا كتبناه بايدينا، يعني فهمنا البروسيس ان ديتيلز ستيب باي ستيب وكتبناه بايدينا. تمام، اليوم لا، اليوم حنتعلم نستخدم برنامج معين. البرنامج نرسم له رسمه زي هاي، تمام، ونروح نسوي بعض الخطوات بحيث هذه الخطوات تيجي تكتب للجي كود على البرنامج ويعطينا نتيجة زي كذا. يعني في النهاية حنشوف مثلا فيديو. لا ما بدي هذا الفيديو، يبدو ان انا مسويه ثواني، بس خليني اطلع لان مسوي له هايد. يبدو طيب، خليني اسوي كمان بلاي من جديد. نشوف هذا الفيديو. اكزاكتلي نفس اللي حيصير، يعني انه عندي انا بعض الاعدادات معينه حعملها على البرنامج بحيث انه يسوي لي هذا الشكل. يعني في النهايه حنتج منه جي كود، يعني حشوف سيميوليشن امامي كيف التول تاعت المشين كيف تعمل سي ان سي لا او ماشينينج لقطعه معينه بالاعتماد على طبعا على الانبوتس اللي بدخلها للبرنامج. اوكي طيب، جميل جدا. طبعا هنا في ديتيل فيديو حطيت لكم اياه، لو في بريس ليتر اون بعد ما اعطيكم السلايدز في كل التفاصيل اللي حنعمل اليوم في المحاضره في هذا الفيديو وفي الفيديو اللي بعده. اوكي، في كمان فيديو موجود هنا، فانتوا بس جاست كليك اون ذا يوتيوب لينك ان شاء الله بتحصلوا على كل التفاصيل اللي تحتاجوها. طيب انا حخلص من ناحيه السلايد هنا، ما بنحتاجوش. قبل ما ابدا البرنامج اللي حنستخدمه اسمه برنامج كاتيه. البرنامج الكاتيه هو برنامج مثل السوليد وورك، لكن للاسف انا ما بعرفش على السوليد وورك كثير. في النهايه اي برنامج انت ترسم عليه رسمه اللي بدك اياه، سواء كان سوليد وورك سواء كان كاتيه ولا وات ايفر، بتقدر ترجع لنفس الخطوات اللي حنعملها اليوم، لانه انت من برنامج لبرنامج بتقدر تنقل الملف من منطقة لأخرى. يعني STL I think الإكستنشن الرسوم اللي تقدر تطلعها من السوليد وورك، وبتقدر بعدين تقدر تدخلها على البرنامج عندنا. الحين بنفرجيكم كيف إن شاء الله. بس البرنامج بشكل عام اللي بده ينزله بعطيكم اللينك ليتر أون. طبعا هو هنا بعد ما تسوي له فاك. أوكي، فقط just you need to press on setup. بعد ما تسوي سيت اب في خطوات ما تعمل اي شيء، جاست نيكست 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 اند ذات ست. بعديها في الاخر بعد ما تخلص فينش، اي زي اي برنامج بتنزلوه زي اي برنامج عادي، بس تخلص فينش بتروح على كراك هنا. طبعا اللي عنده ويندوز 32 ولا 64 بيختار الويندوز حسب الويندوز اللي عنده، بيدخل مثلا على 32 فقط، تاخذ الملف هذا وتنقله على مكان موجود في هي هنا للاكستنشن مكتوب هنا. يعني if you just double click على النوت باد بقول لك روح انقل هذا الملف على المكان الموجود هنا، شايفينه؟ هاي بروجرام فايل ديسولت بي 21 كذا كذا بن، عند الفولدر اللي فيه بن بس بتسوي له غات بيست. تمام، بعدها البرنامج بيشتغل معك بشكل طبيعي، يعني ما في اي اشكاليه. واللي بيواجه مشكله في البرنامج ان شاء الله ممكن نساعده ليتر اون. تمام، طيب البرنامج زي ما انتم شايفين امامكم، لو خليني اطلع منه عشان افتحه من جديد، حيكون ايقونه زي هاي. اوكي، جاست دبل كليك عليها. الحين بس بدها تاخذ تقريبا اقل من نص دقيقه ان شاء الله عشان البرنامج ثقيل. طبعا هو من البرامج المشهوره في الرسوم، احبذ اي انسان طبعا نتعلم عليه. طيب
الواجهة هاي طبعاً هشرح لكم بعض الأمور عن البرنامج، لأنه البرنامج نفسه بيحتاج كورس كامل يعني لو بدك تدخل في الديتيلز. إحنا مش معنيين في البرنامج الحين، بس مثلاً بقدر أروح على بشكل مبدئي. إحنا نحتاج إشي ميكانيكال ونستخدم البار ديزاين. يوم ندخل على كلمة البار ديزاين هاي على طول بدخل زي كأنه في إشي في السوليد وورك، يعني بدي أبلش أنا أرسم رسومات عندي معينة. تمام؟ I think you can go to file. أشوف edit. أنا ما عملت import، بس في I think آلية معينة تقدر تدخل منها ملفات أخرى. يعني طيب بشوف لكم كيف نسوي import و export. بس الملف إذا كان الاكستنشن تاعه قابل إنه يستخدمه هذا البرنامج على طول بيفتحه. يعني لو رسمته مثلا على خلينا نقول السوليد وورك الرسمي وجيت فتحته من هنا المفروض يفتح، بس طبعا بدك تسيفها باكستنشن قابل للانتقال يعني من ملف لملف. اوكي ان شاء الله باخر المحاضره بنشوف كيف عمليه الامبورت والاكسبورت. انا مش انا جربتها صراحه، لكن المفروض انها تكون سهله. بنشوفها بعدين مش مشكله، يمكن لازم اطلع برا البرودكت ديزاين هاي عشان اقدر احصل على الامبورت والاكسبورت. طيب هنا هي مكتوب هنا open and يعني existing document. طب احنا الحين مش بصدد هذا الموضوع، الموضوع اللي بعدين بنحله مش مشكله. طيب لو اخترنا مثلا، طبعا احنا عندنا في 3 planes هنا. اوكي هاي ال 3 planes بختار انا اي plane احتاجه عشان ارسم عليه. تمام فقط بعد ما اختار البلين اللي احتاجه في عندي هنا زي الدفتر، معناته الدفتر هذا بيقول لي افتح البلين، بس انا جست كليك عليه بعطيني سكتش يعني بيفتح المنطقه هاي. طبعا اي ثينك اي بليف انه نفس الشيء موجود في السوليد وورك، فممكن نرسم اي شيء. عندي مربع، عندي دائره، عندي خطوط، عندي نسوي فيلت كورنر ميرور واتيفر، كل التفاصيل اللي بتجي في اي برنامج. يعني لو انا سويت مربع هيك، بس خليني اشيل هاي. تمام لو سويت انا مربع اوكي بدي انا احط مثلا اطوال القطعه. طبعا هذه الدايمنشنز الثنتين الزرق بتعطينا الدايمنشنز. اوكي لو بدي احط طول القطعه هاي مثلا خلينا نقول 200 مليمتر. اوكي والقطعه اللي بجانبيه هاي مثلا بدي اسويها خليها مثلا مستطيل 150 مثلا عشوائي، يعني انا بشتغل عشوائي، ممكن اخليها 100 مثلا. اوكي طيب شايفين انتم القطعه لونها بيضاء، الدايمنشنز عندي لونه ابيض. هذا طبعا اذا كان ابيض في الكتيه معناته انت يو كان انكريز او ديكريز الطول تاع القطعه او انك تحرك مكانه، يعني مش ثابت بالنسبه للكوردينيت. احنا المفروض نثبته بالنسبه للكوردينيت عشان يصير لونه اخضر كله يعني. تمام يعني الحين مثلا انا لازم اخذ الطول ما بين، معلش خلي اسوي رجوع، بداخل الطول ما بين هاي القطعه وبين هاي القطعه. يعني مثلا بقول بدعس الطول الاولاني، اذا بيجي عندي اللون طبعا في الكتيه نهدي معناته في عندي مشكله خطا، انه لانه دوبليكيت يعني معطيني كمان الدايمنشن مره ثانيه. بس لو سويت بريس على الهوريزونتال بعطيني الدايمنشن ما بين القطعتين، وتلاحظوا الهوريزونتال لاين صاروا ايش لونهم اخضر، معناته انا بقدرش اطلع فوق ولا تحت، بروح يمين شمال بس ما بطلع فوق وتحت. طبعا هذا انا بدي اياها صفر عشان تكون على الكورنر، بحطها صفر. نفس المبدا بالنسبه ايش القطعه هاي، بختارها مع الفيرتيكال، وهنا الفيرتيكال كمان انا بحط صفر. طبعا في اليات مش شرط ان احط صفر، ممكن اقول مثلا لو شلت هاي تمام ممكن اقول هاي القطعه وهاي القطعه احددهم الاثنين واروح هنا في شيء اسمه كوينسايد. تمام يعني بايش بيثبتهم بشكل مباشر، لانه فيش شيء في الحياه العمليه الدايمنشن تاعه صفر الاصل، يعني ما نحطش شيء صفر. فمثلا بقول هاي بقول هاي وبروح على هاي بسميها شيء كوينسايد، يعني كوينسايد يعني شيء فوق بعضه يعني. اوكي طيب بغض النظر احنا رسمنا ايش خلينا نقول البلين تاعت الرسمة تاعتنا، بنطلع من الدفتر. هاي خروج السهم هاي على اليمين تعني لي انه انا اطلع من الدفتر تاعي. اوكي شو معناته هيك؟ رجعت انا لل 3D plane، لل 3D plane. تمام طبعا اللي مش فاهم او الصوت مش واضح او الصورة مش واضحة يا ريت ناس يخبرني، لان انا I'm assuming everything fine. بس خلينا قاعد بفتح في الشات احتياطا لو حدا يتكلم عشان اقدر انا اواكبكم. طيب كل اللي بشرح فيه لحتى الان اللي هو ايش
نفس اللي في السوليد وورك، يعني بترسم اي رسمه 3D 2D بعدها بتسويها ايش، يعني احنا مثلا عندي الايقونه هذا بتسميها باد، وفي شيء اسمه بوكيت اذا في عندك شيء تفريغ. لو انا سويت باد لهذا الجسم تمام، مثلا بروح على باد كلمه باد بقول لي انا بدي اسوي سيلكشن للجسم اللي بدي اياه سيلكشن، اوكي انا الجسم اللي بتحت احتاجه معلش اجين اوكي بختار الجسم هذا. طيب بدي اقول له باد يعني ايش ارفعه في 3D، كان بدي ارفعه زي ما بدك انت مثلا، خليني ارفعه 30 مثلا مليمتر، فبتصير عندي القطعه. لو يا ريت بس اللي فاتح المايك بعد اذنك يا احمد، وصرت عندي القطعه 3D تمام، صارت عندي قطعه هيك 3D. طيب انا الحين شو بدي ارسم؟ بدي ارسم بوكيت. بوكيت شو يعني؟ بدي اسوي عمليه تفريغ، بدي اسوي عمليه تفريغ. طبعا انت بترسم اللي بدك اياه في البيت، الخطوات نفسها بس الرسم اللي تحتاجها انت. بروح على هذا البلين، بصير عندي بلين جديد، بسوي عليه سكتش، بدي اسوي عليه سكتش. كمان بقول انا بدي ارسم مربع هان عشان اسوي عمليه تفريغ داخليه للنظام اللي عندي بشكل متماثل بشكل مش متماثل مش مشكله يعني. اوكي طيب نفس المبدا، لازم انا ايش اخذ دايمنشنز، كان طولها 200 الحين 160 يعني فراغ 20 20، which is good. طبعا انا برسم بشكل عشوائي هنا 60 لانه 20 20 برضه is fine. بنروح زي ما قلنا مثلا الحين الحين بدي اخذ انا مسافه ما بين هاي وبين هاي كم 20، خلاص ثبتت. والمسافه ما بين هاي وما بين هاي برضه 20 وثابته، صار لونها اخضر. انا I can just go out من السكتش. طيب الحين هاي الرسمه رسمتها بدي اسوي لها بوكيت مش باد، بوكيت يعني تفريغ. بروح تفريغ لتحت اوكي، طبعا بقدر اقلب السهم من هنا فوق او تحت زي ما بدك، او تقول هان ريفرس دايركشن ممكن زي ما بدك. طبعا هو كان 30 عندي، انا بديش اسوي بوكيت للاخر، بدي اسوي ايش 20، سوي انتر. هاي صارت عمليه التفريغ لايش للجسم عندي. طبعا ممكن انا اسوي دبل كليك هنا مثلا على الجسم هذا وارجع للرسمه الاساسيه تاعتي، او مثلا ادخل على الشجره. طبعا هذه الشجره اللي عندي على الشمال ما بعرف اذا في السوليد وورك زيها ولا لا، بس هذه الشجره بقدر ادخل على كل ستيب انا عملتها، كل ستيب انا عملتها يعني السكتش تاع البوكيت بقدر دبل كليك عليه وارجع له. ممكن اعدل عليه مثلا بدي اسوي فيلت مثلا، فرضا بدي اسوي فيلت تاع الفيلت تاع خلينا نقول مثلا الراديوس تاعه 10 مثلا 10، اسوي كمان فيلت في المنطقه هاي اوكي كمان 10 دبل كليك و10 نسوي تو فيلتس في ممكن اسوي دبل كليك على الفيلت هنا يعني بيظل هالامر معي شغال على طول، اي امر بتحط عليه دبل كليك يعني بصير عندك شغال على طول. اوكي هاي كمان مره هنا، هاي كمان 10. طيب خلصت من الفيلت. اذا طلعت الحين برا السكتش لحاله بسوي ابديت على 3 دي، شايفين كيف سوى ابديت الفيلت هنا. طيب الحين هذا كل اللي بنشتغله الحين، هذا انتم المفروض انه ترسموه في اي برنامج وبعديها بيجي يسويها انا امبورت. اذا سويت امبورت هنا خلاص بيجي عندك الرسمه هاي اكزاكتلي نفس اللي رسمناها الحين. طيب الحين شو بدنا نعمل؟ هنا الخطوات التاليه اللي هي جايه من ايش خلينا نقول اللي هو اللي بدنا نبلش فيها كخطوات عشان نصل للجي كود اللي نحتاجه بالنهايه تمام. طيب اول خطوه شو بنعمل؟ بنسوي عندنا انسرت بودي، انسرت بودي هاي اول خطوه. طبعا هو ليش قال لا؟ لانه انا هاي بديش اياها. طيب انسرت بودي شو بعديها بنسوي؟ طبعا الحين الهدف الاساسي انه انا هذه القطعه النهائيه اللي بدي اسوي لها خراطه او بدي اسوي لها ماشينينج. طيب يوم انك انت بدك تدخل على الماشين قطعه، مش هدخل هاي القطعه، هدخل قطعه كامله مظبوط، قطعه كامله. فبندرسوا من القطعه الاساسيه اللي بدنا نسوي منها ايش اللي هو الـ معلش خلينا نرجع لورا. اوكي بدنا نسوي القطعه الاساسيه اللي هي ايش اللي بدنا نرسم عليها. يعني مثلا خلينا نروح نرسم مربع جديد طبعا من نفس الدايمنشن اللي عندي. اوكي خلينا ناخذ الاطوال. طيب هاي جاهزه؟ لا معلش احنا سوينا شغلتين فوق بعض. بدنا الطول هذا وشو كمان
ايش عندي اللي بيتحرك رايح طالع نازل، معناته هاي مش كونسايد يعني، هاي وهاي مسويهم كونسايد، هيصير عندي اخضر. تمام. طيب الحين انا رسمت انا ايش عندي الجسم، بسوي له باد طبعا في الريفرس دايركشن تحت، ممكن اسوي ريفرس دايركشن تحت مثلا نسميها 40 عشان تكون القطعه اكبر من الاساسيه، هاي 40. طيب شو بعديها؟ هاي بروح على ايش؟ بروح على انا الجسم، بعدها بعد ما ارسم الجسم بروح عليها مثلا ممكن الونها، ممكن اسوي اللي بدي اياه يعني، مثلا هذا الباد بروح على بروبرتيز، هاي بروبرتيز، بروح مثلا على الجرافيك ممكن اسويها لون اللي بدي اياه، مش دازنت ماتر اللون يعني، مش مشكله تحطه اصفر مثلا، تحط الترانسبيرنسي بتسوي ابلاي عشان نعرف انه هاي القطعه الاساسيه يعني. اوكي هاي القطعه الاساسيه تاعتي، فانا الحين القطعه الاساسيه تاعتي اللي هي الصفراء، والقطعه النهائيه بعد المشينينج اللي هي القطعه رسمناها اول شيء لونها ايش الاولاني اللي هي لونها سكر. تمام. طيب الحين انا بالنسبه لي القطعه تاعت البادي هاي ما بدي اياها، صح؟ ليش؟ لاني مش بحاجه لها، فبسوي لها هايد. هايد يعني بتختفي، يعني ممكن اسوي لها ان هايد تعود ترجع، بس انا الحين عشان ما تكونش دائما مزعجيتني بس بشيلها هايد عشان تبين عندي الرسمه الاساسيه اللي انا بدي اشتغل عليها، لان كل شغلنا على الرسمه هاي. لحد هاي النقطه واضح يا شباب صبايا ولا ما مش واضح؟ لحتى الان كله دروينج ما سويناش شيء يعني. بس اهم خطوه الحين في سي ان سي انه احنا رسمنا القطعه اللي بنحتاج نعملها في النهايه، وايش رسمنا القطعه الاوليه تاعتي اللي هو المربع كامل، والقطعه النهائيه اللي زي شفناها امامنا الان. طيب بالنسبه للقطعه الاوليه بتاعتي، هلا في بصير 10 سم زياده من تحت، فهل هذا بياثر ولازم يكون من فوق ولا من تحت؟ لا 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 ما فيش مشكله، حتى لو زدت انت الماتيريال يمين شمال هذه كلها تول بي كونسيدر في المشينك. اوكي هو الحين البرنامج عارف. تفضل. لما بدنا نعمل يعني ننقص احنا من فوق، يعني بدنا نحطها على سطح اللي تحت لما نثبتها في الشيء الواقعي، فهل يعني بلزم نقلبها كمان مره صح بصير عشان ولا لا عادي؟ ما فهمت عليك، بس يعني مش مشكله يعني، في النهايه القطعه النهائيه تحت هاي راح تروح مع الماشينينج، بدك نرجع مثلا اكزاكتلي تكون ما في مشكله يعني، ممكن يكون الطول الزيادي حيكون فوق فتعمل له ماشينينج. قصدي انه اذا كان الطول زياده تحت، هل بلزم انه في الشيء الواقع انه نقلب القطعه عشان يعملها هيك ولا هي؟ لا 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 نعم 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 يعني نعم يعني مثلا في خلينا نرجع للشيء الصحيح الدقيق، انه انت يوم انك تحط المشين من تحت السيرفس من تحت حتثبت القطعه، فانت مش حتقدر تسوي ماشينينج من تحت، فانت في الاصل بدك تسوي القطعه مثلا بشكل متماثل، وبعديها انك تعتبر البلين التحتاني ثابت يعني، هذا اللي هو البوتوم تاعك. طب خلينا مثلا عشان كلامك انت نرجع والسكتش اللي عملناه، مش السكتش بدي انا، بدي اسوي الباد، الباد هذا اللي سويناه دبل كليك على الباد، نسوي 30 عشان يكون متطابق. 30 كان صح؟ 30. لو انا سويت الان هايد او الشو المفروض انها تكون القطعه الحين متماثله صح؟ يعني الاصفر والسكري نفس الشيء. اوكي بس كلامك منطقي صحيح 100%. مثلا لو عندي هنا عندي 5 سم زياده، المفروض هو يعتبر، المفروض انه انت البوتوم تاعك هو ايش تاع الماشينينج، انه يشيل الخمسه من فوق مش من تحت، ما بتنشال من تحت يعني، فانت بتفرغ الماتيريال اول شيء 5 سم من فوق وبعدها بتبلش في الماشينينج الداخلي. واضح؟ طبعا هذا بتدخل في قصه الاخراطه والماشيننج. هاي انت عاده يوم بدك تسوي قطعه زي هيك بدك تكون انت عندك المينيمم دايمنشن يعني ال 5 سم او سوري ال 10 ملم اللي زدناها، المفروض انت تسوي لها قص القطعه خارجيا يعني، وتيجي القطعه عندك بشكل متماثل او المينيمم دايمنشن اللي بتحتاجها عشان ما تضيعش ماتيريال، ما تضيعش وقت في الماشيننج، كل التفاصيل هاي يعني. يوم تكون في انت موجود اصلا في مصنع المفروض انها تكون عندك القطعه الصفراء زي ما هي الحين موجوده يعني، بشكل تقريبا متماثل للقطعه اللي بدك تسوي لها ماشينينج، يعني ازود منها شوي شيء بسيط عشان يوم تعمل ماشينينج توفر وقت عندك. واضح؟ طيب
طيب الحين الحين هيك احنا واضحين، خلينا نسوي هايد هاي للاصفر عشان يبين عندي الشكل بشكل. طبعا هاي ممكن انت تدخل هنا على السكتش او الباد وتدخل على البروبرتيز تغير الوان، كل التفاصيل هاي يعني ثانويه، يعني ممكن مثلا تحط لونها ازرق او الازرق غامق كثير مش حي، يعني مثلا لو حطيتها اخضر هيك ممكن تغير القطع الالوان الداخليه، فمش اشكاليه هذه يعني، ممكن هاي تفاصيل البرنامج العاديه في اي برنامج موجود. طيب الحين احنا بدنا ايش؟ بدنا ندخل في نبلش في قصه الماشينينج. اوكي، فانت بتروح على انسرت، بعد انسرت المفروض عندي، لا احنا دخلنا على الباد هنا. اوكي، اخر شيء كنا هنا مظبوط، بعدها قلنا اوكي، بعدها بتدخل على انسرت، بعد الانسرت لازم يكون في عندي اوبشن اسمه اوكسيلياري اوبريشن. ناس شايف auxiliary operation يا شباب؟ لا سوري، هنا لازم نروح على start. أول شيء لازم نروح على start، لازم نروح على start. نروح على machining advanced machining. تمام، اعيد احنا المشكله العادي بتشوف بتروح، قلنا بتروح على ستارت، تروح على ماشينينج، وبعدها ادفانس ماشينينج. اوكي، ستارت ماشينينج ادفانس ماشينينج عشان ندخل على اوبشن الماشينينج الحين، عشان ندخل على ايش؟ اوبشن تاع الماشينينج. واضح؟ طيب شو بعدها لازم نسوي الحين؟ عندنا بدنا نروح على انسرت، وبعد الانسرت الحين احنا دخلنا في مرحله انسانة من الرسم، الحين الرسم خلص، الحين احنا ندخل قاعدين في منطقه، هذا اوبشن موجود في الكاتيه له علاقه في الماشينينج اللي هي احنا في الرسم كنا في الميكانيكال ديزاين. الميكانيكال ديزاين فيه تفاصيل كثيره جدا هان موجوده في البرنامج هذا اللي احنا نشتغل عليه، منها البارت ديزاين اللي هو اللي كنا نشتغل عليه قبل شوي. طب لو كان عندي 5-6 قطع وبدي اجمعهم مع بعض، ندخل على شيء اسمه اسمبلي ديزاين. هذا الاسمبلي بترسم مثلا 4 مرات في البارت، كل واحده بتسيفها في ملف، تيجي على الاسمبلي بتيجي تشبكهم مع بعض. مثلا لو بدك ترسم سياره، حترسم العجل لحال، حترسم الكفر البادي لحال، حترسم الكراسي لحال، بعدها تيجي تجمعهم على ايش اسمه اسمبلي ديزاين. اوكي، في شغلات كثير ممكن الدرافتنج. الدرافتنج اللي هو بعطيك الدايمنشنز في النهايه اللي هو 2D وال3D والسايد فيو والتوب فيو وكل التفاصيل هاي. وفي شغلات كثيره موجوده هنا فيها اللي هو ايش الكيرف ديزاين، الستراكشر ديزاين، الويلد ديزاين، في تفاصيل ممله بس احنا بالنسبه لنا كبيسك بس فقط عندنا اللي هو البارت ديزاين والاسمبلي ديزاين والدرافتنج اللي نستخدمه عاده يعني. تمام، طيب الحين بعد ما دخلنا على 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 قصه الماشينينج، اجين انسرت ماشينينج، وبعديها ايش؟ سيرف ادفانس ماشينينج. طبعا يا شباب هذه كل التفاصيل اللي بحكي فيها موجوده في الفيديو اللي حكيت لكم عنه في السلايد يعني، فمش بحاجه انك تاخذ يعني اي ديتيلز. بعدها ايش تعمل؟ تدخل على انسرت، وبعدها في عندي شيء اسمه اوكسيلياري اوبريشن. الحين احنا بدنا نبلش احنا نعرف البلوك عندي او الماشينينج هان، بدنا نبلش نعرف انه انا اول شيء الماشين تول، وبعدها ايش الاكشن اللي بدي اعمله بالنسبه للقطع. يعني مثلا الحين عندي اول حاجه بعملها اللي هي التول تشينج. اوكي، بروح عندي تول تشينج. شوف اذا دخلت على التول تشينج في عندك تفاصيل مملة. طبعا هاي اي قطعة تحتاج بترجع لخبرتك في الماشينينج والخراطة والتفاصيل هاي كلها. تمام، لكن احنا في النهاية هاي ايش العملية هذه اللي حنعملها؟ يعني نقدر تفرغ من الداخل، احنا هدفنا تفريغ الداخل. ايش هاي العملية بنسميها؟ ها شباب، هاي العملية ايش بنسميها؟ شباب صبايا، عملية تفريغ أي قطعة من الداخل إيش نسميها؟ نسميها ميلينج، صح ولا لا؟ حكينا ميلينج، أو هذيك الليث هذه ميلينج، أو دريلينج، ما فيش غير ثلاثة يعني في النهاية. أوكي، لو رحنا على أوكسيلياري أجين تول تشينج، فأنا بختار بحتاجش دريلينج مثلا هنا. أوكي، بحتاج إيش اسمه ميلينج. طبعا أنا عندي إند ميلينج، عندي إند ميلينج، في فيس ميلينج، في كونيكال ميلينج حسب اللي احتاجه. انا بدي الاند، شايفين الرسمه كيف على الشمال؟ شيء تقريب زي الدريل يعني، شكل تقريبا يعني. اوكي، المفروض تطلع عندي ولا لا؟ اوكي، هيها طلعت هنا.
في إشكالية صارت. استل أجين خلينا نرجع. طيب نرجع من جديد، عندي insert auxiliary tool change، المفروض عندي end milling. طيب المفروض ان عندي تطلع، ايوه طلعت الديتيلز، يعني دبل كليك هي المفروض تطلع باي ديفولت عندك هاي الاوبشن، لكن اذا ما طلع بعد ما اخترت مثلا انت عندك insert قلنا بعدها اللي هو الاكزيلري اوبشن بعدها اوبريشن بعدها تاخذ الاند ميل او اي قطعه موجوده عندك، المفروض تطلع عندك الديتيلز تاعت القطعه يعني على طول، لكن اذا ما طلعت دبل كليك على هاي المانيفاكتشرنج، دخلنا احنا في اضافه شيء اسمه مانيفاكتشرنج، فانا بدي اضيف على هاي دبل كليك، شايف طلع عندي هنا ايش تول تشينج تي 1 اسمها تي 1 اند ميل دي 10 ملم اللي هو التفاصيل تاعت القطعه. اوكي هاي التفاصيل شوف من هان كمان بقدر اغير، يعني بقدر اغير من هنا اللي هو دريل اللي شفناه الاوبشنز قبل شوي، احنا تاعتنا بدنا اياها الاند ميل، هاي طبعا اسمها موجود هنا، انت تقدر تتغير في التفاصيل تاعتها كلها، مثلا عندي هنا النصف القطر كم 15، ممكن انا احتاج مثلا 10 لانه انا عارف عندي هنا كم، هنا هذه كلها طولها كم كانت 100 الداخل 60، يعني 60 لو اخترت 10 يعني 6 مرات تتلف عشان تفرغها، وهاي كمان دبل كليك هاي 10 اوكي. هاي الاند شايفين انتم هنا في كيرف جاي، كيرف هذا القطر تاعه او نصف القطر 2 لو خليته 0، لانه انا ايش بالنسبه لي في البدايه بدي اسوي رف، او الاول حاجه بدي اشيل الماتيريال قدر ما اقدر بشكل رف، فانا مش بحاجه انه يكون راس القطعه دائري عشان يسوي لي ايش سيرف يعني فينيشنج ناعم، لا انا بدي طبعا ممكن تدخل على مور وممكن ايش تدخل في تفاصيل اخرى حسب القطعه اللي تحتاجها انت في اي نظام يعني. اوكي بعدها انت ايش بتسوي بتسوي على ايش على اوكي خلاص احنا عرفنا ايش القطعه اللي موجوده عندي، هاي عرفنا القطعه تاعتها، بعدها انا ايش بعمل بروح على insert again، شو بسوي بعديها machine operation، بعد machine operation انا ايش بدي بدك سيرفس مثلا، مش بس سيرفس احنا الحين شو نسوي هان سيرفس في البدايه هان شو نسوي له نسوي له رف، طبعا شايفين الاوبشنز اللي قدامكم هاي كلها كل اوبشن له ديتيلز الخاصه يعني، فانت بدك تروح يعني تتدرب شوي شوي على البرنامج كل ما تحتاج شيء معين حتتعلم عليه، طبعا في الانترنت في اليوتيوب في الجوجل في دوكيومنت للكاتيه، في انت شغلات كثيره ممكن تستفيد منها زي انا ما بحكي لكم يعني، هذا كله متعلمه انا من اليوتيوب ومن ايش من دوكيومنت موجوده اصلا في الاصل لهذا البرنامج. احنا الحين حنحتاج احنا الرف، طبعا في تفاصيل ثانيه هنا كل هاي ماشينينج انواع ماشينينج يعني، حتى هاي مثلا التفريغ البوكيتنج الفيسنج اللي هو سيرفيس فينش اللي في النهايه كل التفاصيل هاي موجوده، طبعا انت بتقدر تلاحظ العمليه بشكل مبدئي من الرسوم الموجوده على الشمال، يعني هاي الرسوم مثلا هذه من اسمها اصلا رافينج، يعني لو دخلت على رافينج هنا شايفين كيف معناته هي حتسوي لي بشكل يعني تقريبا زي هيك. اوكي خلينا بس اطلع القطعه على الشمال. طيب اول خطوه اذا انتم ملاحظين هاي الرسم الموجود عندي بدي اسوي ماتشنج بين الرسم اللي عندي وبين الرسم اللي انا رسمت، شو المقصود بالماتشنج؟ يعني شايفين المربع الكبير اللي هو الاسود المنقط المقطع هذا، هاي القطعه اللي رسمناها اللي هي اللي كان لونها صفراء اللي سوينا لها اخفاء، والقطعه هذه فيها كيرفز هاي الجبل واللون الاحمر هاي هي القطعه اللي بدنا اياها. شو المقصود هنا؟ المقصود انت يعني يوم انك انت تقول له على هاي الحمراء تكبس هي ما اسمها بارت، شايفين بارت بتغير اللون البارت، يوم تكبس عليها بتقول له انا البارت اللي هو ايش الجسم هذا، يا بتحدده من هان زي ما انتم شايفين تعلم باللون البرتقالي او بتحدده من هان انت اصلا عارفه يعني هان ممكن انت تحدد هاي القطعه من هان. اوكي فاحنا بس كليك على هاي البارت شايفينه، كليك على هاي او دبل كليك معناته انا عرفت هاي القطعه. اوكي المفروض تصير لونها خضراء، هاي صار لونها خضراء، اذا صار لونها اخضر معناته تتعرف عليها تعرف عليها. طيب لو انا بدي الحين احتاج ال على فكره احنا راح عندنا البارت ديزاين مزبوط اللي هو هاي
اوكي الحين بس ارجع اسوي رجوع، ما راح يزبط معي. طب بس بعدلك اياها دبل كليك مش مشكله. طيب القطعه هاي الرف ستوك، شايفين كلمه رف ستوك هاي، انا اتكبست عليها ورحت علمت البادي، ذكرني البادي اللي سويت له سوينا له اخفاء اللي هي لونها صفراء، دبل كليك على البادي بتعرف عليها. فانا لازم اعرف للرف سير فينيشنج او ماشيننج القطعه الرف اللي هي الاساسيه اللي بدي اخرط منها، والقطعه النهائيه، هاي القطعه النهائيه وهي القطعه ايش الاوليه، تمام. والثنتين عشان يعني يتعرف عليهم البرنامج لازم يكون لونهم اخضر. طب في كمان قطعتين لازم او شغلتين لازم اعرفها، اللي هو السيفتي بلين، شايفين السيفتي بلين هنا كليك عليه. شو يعني السيفتي بلين؟ انا بدي ابلش ماشيننج من هذا السطح، بدي ابلش ماشيننج من هذا السطح، هذا السطح النهائي البدايه او البدائي اللي بدي ابدا من عنده، هاي تعرف عليه. واخر شيء ممكن انا احتاجه اللي هو البوتوم، شايفين البوتوم هاي وين النهائي، عشان هيك في البدايه لو حطيت 40 ولا 50 ولا واتيفر انت بتختار البوتوم تاعك. البوتوم تاعي وينه؟ اللي هو هاي، شايفين اسفل الرسمه، ممكن اختار هاي النقطه. صار عندي اربع نقاط لونهم خضر، معناته انا في السيف سايد. يعني ممكن تسوي حتى بريفيو، شو يعني بريفيو؟ تاكد انه اللي عملته انا صحيح ولا في اخطاء في البرنامج، بيعطيني ايرور اذا في اخطاء. بريفيو بيقول لي الرف بارامترز اوكي، يعني لحتى الان انت امورك في السيف سايد تمام، ما في عندك اي اخطاء. طيب اوكي تمام، شو بعديها انا بلزم اني اعمل؟ طبعا انت هنا ممكن انت تختار ديتيلز كثير هنا موجود، مثلا ممكن انت الرف تاع الماشيننج المينيمم ثيكنس ممكن تسوي 0.5 0.1 اذا بدك اقل، وات ايفر اللي تحتاجه انت. اوكي طيب بعد هيك ايش بتعمل انت؟ في عندي مثلا هنا كمان هذا كله، هذا استع وان ايكون. لو انا دخلت هان شو بدخل بسوي؟ هذا بحكي لي تفاصيل كيف الماشين او كيف التول قطعه بدها تتحرك يوم انها قاعده تسوي ماشيننج. تتسوي مثلا خلينا نروح هان هيليكال، شايفين كيف الشكل الهيليكال؟ ممكن انا اختار مثلا سبيرال، طبعا اشكال مختلفه كيف عمليه التحرك. عاده نحن نختار الزيجزاج لانه اسهل شيء، بروح وبرجع بروح وبرجع بروح وبرجع. انت تحتاج اللي بدك اياه، تختار اللي بدك اياه، ما في عندك اي اشكاليه. التوليرانس هذا مهم، الماشيننج توليرانس يعني هو التوليرانس النهائي، ممكن حاول تخليه صغير يعني 0.01، لانه احنا عندنا دايمنشن هنا بالملي، ف 0.01 خليه هيك يعني منيح. هاي لازم تنشال هاي بارت كونتورينج، هيك بنكون احنا ايش جميل. الحين بعديها بسوي ايش؟ بريفيو اجين، اتاكد الرف بارامترز اوكي، معناته everything فاين. طبعا هنا في ديتيلز ثانيه ممكن تدخل في تفاصيلها، هذه احنا اصلا حطيناها جاهزه القطعه، هنا ممكن تدخل على التفاصيل اخرى. انت حتى الان مبدئيا ممكن تستخدم الديفولت الا اذا انت دخلت ادفانس في الشغل. اوكي اجين بريفيو everything فاين. اوكي شو عملت انا هنا لحتى الان؟ سويت عمليه تفريغ للداخل. طب خلينا نشوف كيف عمليه التفريغ هاي في الداخل. اوكي هاي عندي التول، اوكي ممكن نروح على تول تشينج هاي، شايفين انا هي التول هذه اللي عرفناها في البدايه، معناته اول عمليه سويناها هاي التول اللي هي ايش الرف. يعني حتى لو دخلت انا على الزائد، شايفين شو اعطاني رافينج، شو اعطاني رافينج. فانت ممكن تروح على الرافينج وتسوي انا ايش مكتوب عندي على اليمين، طبعا انا بكبس على اليمين عشان اعطي البروبارتيز والتفاصيل هاي، بروح على اخر واحده. دائما عندي هنا في اوبشن اسمه ريبلاي، شو يعني ريبلاي؟ بعطيني ان الطريقه اللي تتمشي فيها التول، بكبس عليها هي وسوى عمليه الانيميشن او السيميوليشن اللي انا شفتها تمشي التول فيها، شايفين الزيجزاج والتفاصيل هاي. اذا انتم ملاحظين، ما بعرف اذا واضحه عندكم ولا لا، خلينا اكبر لكم اياها. انتم ملاحظين انه حيتحرك كم طبقه؟ واحد اثنتين ثلاث طبقات، حيدخل وينزل ثلاث طبقات زيجزاج طبعا. اوكي خلينا نشوف بشكل فيديو كيف حتكون هاي التفاصيل. يعني انا طبعا ممكن اروح على الكاميرا هاي، احط كاميرا فيديو فورم لاست سيفد، بروح على الكاميرا هاي نو ستوك ديفايند كرييتنج بلوك ستوك. اوكي ما في مشكله. شو بعديها بسوي؟ طبعا هذه القطعه الاساسيه اللي خفناها ذاكرينها، بسوي له بلاي هنا، بنشوف التول كيف عمليه التفريغ عندها. هاي الطبقه الثانيه وهي الثالثه، هاي خلص الحين. اجين نرجع من جديد، وممكن طبعا هنا ممكن تسوي تسارع وال سرعه التسارع تفاصيل. ممكن انت كمان ايش تاخذ صور من هنا، ممكن تغير الشكل، ممكن تحرك اللي بدك اياه تمام. بعدها بتسوي اوكي.
لا تبلع راحت علينا، بس خلينا نعيدها مش مشكلة، خلينا نعيد again عشان أحكي لكم شغلة. بس إذا أنتم ملاحظين في الشغل اللي شفناه قبل شوي، أرجع إذا أنتم ملاحظين الجوانب، شايفين الجوانب، هذا الشغل اللي اشتغلناه كله رف. لا تنسوا شايف المنطقة الخضراء هاي كلها بتقطع قاعد، المنطقة الخضراء هاي اللي هي التول اللي حنستخدمها، ملاحظين أنه بشكل الجانب للقطعة كلها رف، يعني بشكل الفينش تاعه يعني مش مزبوط، يعني شايفين كيف. طبعا هذا كله حنشتغله اخر شوي، كمان شوي حنشتغله لانه هذا ما بينفع. تمام، طيب نروح على اوكي. طيب الخطوه الثانيه ايش حنعملها الحين؟ الحين ريبيتيشن، احنا خلصنا تقريبا يعني، بس ريبيتيشن. ريبيتيشن في ايش؟ احنا سوينا رافينج، بدنا نسوي شغلات ثانيه الحين. اوكي، انا اي فورغوت تو دو سمثينج في البدايه، اي فورغوت تو دو سمثينج في الرسوم الاساسيه، ما بعرف اذا بقدر اعدل عليها الحين او لا، لكن خليني اعدل اشوف اذا بزبط او لا. لو ارجع هان على هاي وهاي، دبل كليك على البارت، لا مش هنا، دبل كليك على هنا على البارت بادي. اوكي انا رجعت، شوف اذا سويت دبل كليك على البارت بادي رجعت للسكتش الاساسي، ذكرينه السكتش الاساسي. هاي الكورنر انا ما بدي اياها تكون بشكل حاد، الاصل ما يكون حاد، يعني الاصل يكون فلت صح، عشان نشوف كيف عمليه الفلت تاعي. يعني ممكن اعلم كل الحدود هاي بسوي كنترول وبعلمها كلها. اوكي باقي عندي، اذا انتم ملاحظين هاي باقي عندي بس سطر وشوي، سوي هنا كليك، نسوي كمان هنا كليك بس على الخط، لا خطا هيك، خلينا نسوي زوم عشان اقدر امسكه. اوكي طيب بعدها بقدر اسوي فيلت هنا، وين الفيلت؟ هاي الفيلت، هاي لو ضغطت واقف عليها ايدج فيلت اسمها، هاي بنسويها خمسه مثلا. اوكي عاود السلكشن مش مشكله، نعاود عيد من جديد. هاي هاي ما بعرف ليش ما مسك، الاصل احنا عملناها في البدايه. Select an element on a solid feature belonging to the current body. شايف كيف ان عندنا إشكالية. طيب مش خلاف، مش مشكلة، مش خلاف. أوكي الحين نسويها مرة ثانية، بنعود نرجع لها مش خلاف. طيب مش إشكالية. لو رجعنا لورا على process، رجعنا للمكان بتاع process والماشينينج. أوكي إحنا وصلنا وين هنا في process؟ إحنا قلنا هاي اللي صارت عندنا اللي هي الرف ماشينينج، قلنا اوكي. طيب الحين الخطوه الثانيه انا بدي اسوي عندي ايش؟ بدي ارجع لايش مثلا عندي اللي هو المانيفاكتشرنج، هنا بدي اسوي انسرت كمان من جديد، بنروح على الاوكزيلياري. الاوكزيلياري عندي تول اجين، بدي ادخل تول جديده. يعني الحين صح هي ممكن استخدم نفس التول، لكن انا بدي ادخل تول جديده نفس ريبيتيشن للبروسيس تاعتي. اوكي طبعا هنا في التول الجديد بدي اسوي الفينشنج، الفينشنج اقل، كانت اول شيء 10 ذاكرينها. لو دبل كليك هنا ممكن اسوي 5، وهاي ممكن اسوي 5 تمام، وبدي اخلي لها راس دائري هان، يعني 2.5 اللي هو نص في فيروس، يصير راسها مدبب. اوكي طيب هاي اول شغله، هاي نحط اوكي. وبعديها احنا ايش الحين زادت عندي، شايفين هاي تول جديده، صارت عندي تول جديده الحين. تمام شو بعديها؟ قلنا كمان نسوي انسرت، وبعديها ماشينينج اوبشن. بعد الماشينينج اوبشن ايش حنسوي احنا الحين؟ ممكن نروح على اللي هو السيرفس، والسيرفس هذا احد الاوبشن اللي هي ايزو بارامتريك ماشينينج. شو هذا الايزو بارامتريك ماشينينج؟ اللي هو الايدجز. طبعا احنا الحين ما فيش عندنا ايدجز، ما مش عارف كيف حنعملها، لكن لو فرضا طبعا شايف مش حيعلم هاي، بس لو سوينا هاي مثلا. اوكي خلينا نسوي كنترول، ما بعرف اذا بتزبط على الشكل الجانبي، اذا ما زبطت بنسوي رسمه ثانيه مش مشكله. الاصل في الميكانيكال دروينج ما نخليها اصلا ايدج حاد صح، لازم يكون في فلت لو بسيط. طيب جميل جدا، وبعديها حنحط اوكي. طبعا هاي جاي لون بني، والاصل انه يكون لون اخضر مش مشكله. هنروح على النقطة هاي لونها أصفر، والنقطة هاي لونها أصفر. تمام أوكي
هذا لونها أخضر وهاي المفروض إحنا علمناها مزبوط علمناها أوكي طيب جميل. طبعا ما بعرف إذا حتزبط معنا ولا ما حتزبط لكن خلينا نجرب. عندي زيجزاج ممكن إحنا نخلص الراديال نخليها طبعا هنا الهايت ومش هايت والتفاصيل هاي ممكن تزغر وتكبر زي ما بدك مش خلاف. لو حطيت بريفيو شايف corner must be selected on the part to complete operation they will be processed for selection according to the part to the machine please select part corner. المفروض انه تعرف على part corner ما بعرف خلينا نجرب نشوف نروح هنا ونشوف replay ونسوي هنا من البداية ونشوف اذا بتزبط معانا ولا لا مش ظابطه شايفين مش ظابطه لازم يكون في عندي فلت معين عشان يقدر يزبط معي. طيب مش مشكله هاي نلغيها نلغي هاي الاوبشن كامل ما بدي اياه اوكي هاي كلها المفروض ان نشيلها. طيب مش هنشالها مش مشكله من هان هاي نشيل اول شيء هاي ديليت راحت اوكي. طيب خلينا احنا نسوي فينش من سنه من الكورنر الحين نسوي رسمه جديده ونعلمكم كيف الكورنر. لو بدي اسوي انا الحين لو رجعت لهاي اذا انتم ملاحظين قلنا الاسفل مش واضح. طيب شو نسوي الحين بنقول روح على تول بنضيف كمان تول بس خلينا ارجع للماشيننج بروسيس تول وبعديها بنسوي ايش سوري انسرت وبعديها ماشيننج اوكسيلري اوبريشن وبعديها تول وبنضيف عندنا اند مل نفس اللي سويناها قبل شوي. عندي مثلا هاي خمسة اوكي وهاي خمسة انا هسوي الحين اخر خطوة اللي هي الفينيشنج الاخير اللي هو هذا ما بحتاجها عشان هتكون مدببة اوكي. طيب الحين بنسوي انسرت وبنروح على شيء اسمه ماشيننج اوبريشن بريزماتيك فيسنج. فيسنج يعني اخر شيء اللي هو ايش نسوي فيس للجسم. طب شو الفيس اللي عندك هنا اللي هو اخر الاخير عندي هنا تحت الاخير. طب الاوفست كونتور ممكن تخلي الكونتور بينهم وبين اي جسم عندك مثلا 2.5 ملي الكونتور يعني الفراغات بين الكونتورز. هل بسوي بريفيو الشكل هنا كليبنج ممكن نخليه زي ما هو كل التفاصيل هاي ممكن نخليها زي ما هي يعني ما في عندي اي شيء اني انا اغيره اوكي. ممكن هاي تغيرها من كليبنج لكونفنشنال زي ما بدك تحتاج يعني هاي او هاي مش خلاف يعني اوكي. ممكن اسوي بريفيو نشوف واعطيني سكسسفول كومبليت اوكي. طيب نشوف شو صار عندي كفيديو هل الكلام هذا صحيح ولا مش صحيح نشوف بزبط معنا ولا لا. في عندي مشكله هنا بالكرييتنج بلوك يبدو في عندي اشكاليه في الدخل اللي دخلناه. طيب طيب جميل جدا. انا ايش رايكم نرجع للبروسيس من جديد نسوي الفلت ونكملها ولا لا ولا نسوي فلت لحاله؟ طيب خلينا احنا معنا وقت صح معنا تقريبا مشكله الفلت لحاله ولا كيف لانه هاي الفلت فيها مشكله لازم نسوي الفلت عشان تمشي الامور لانه حتى الفيسنج ما راح يزبط لانه هنا التول المفروض انها حتضرب في الحائط وهذا مش صح تمام. طبعا تعمل الفلت من حين من عندك هان ما جربت ما زبط المفروض اني يوم اني ادخل هنا يعني على الباد هنا اوكي على البارت من هنا انه يعطيني بس هو ايش يوم دخلنا على الماشيننج سوى كل المنطقه هاي سوليد ما راح يقدر يعدل عليه تمام. لكن خلينا نجرب مره ثانيه نشوف بس يزبط. خلينا نسوي هيك شايف بعطيني نو سلكشن. طيب خليني انا استخدم هاي بزبط. طيب اوكي اجين لا خليها دقيقة معلش ما حيزبط لأنه شو بقول لك هنا شايف element on a solid feature belonging to the current body في solid يعني مش 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 خط فهمت علي مش خط. طيب لو دخلت أنا على هاي ما حيزبط معنا. خلينا نعيد الرسمة من جديد الرسمة من جديد عشان طبعا أنا ححيدها very fast يعني في خلال خمس دقائق حنهي كل اللي اشتغلته الحين في تقريبا 40 دقيقة فانت تابعوا معي بشكل سريع حتى نصل نقطة الفلت اوكي. من جديد انا طب اسوي بارت جديد الحين هذا اللي حنلغيه وحنسوي بارت جديد من البداية حرسم اوكي. طبعا انا حسوي شغلات مش زي ما علمتكم اياها عشان اكون سريع جدا اوكي. طيب هنا مثلا بس خلينا اخذ الاطوال لا
عشان يكون دقيق في هاي حيكون قلنا 200. جميل. وهاي حتكون عندنا 100 قلنا. جميل. شو كمان نضل باقي عندي؟ احنا هذا بتحرك هيك، هنسوي هاي يكون انسايد وخلاص. هاي يكون انسايد صار تمام. نسوي اوكي اوت، بسوي كاد، نسويها 30 زي ما عملنا. بعدها برسم هنا سكتش، بدخل على الرسمة هاي، بسوي رسمة جديدة كمان، بعطي الطول هاي، قلنا هاي حتكون 160 عشان 2020، وهاي حتكون 80. مش مشكلة يعني، طبعا الدايمنشنز هاي حسوي كونسايد ما بين هاي وهاي، أو خليها صفر مش مشكلة. خلينا نروح هاي ونسوي لها كونسايد. طبعا بشكل ثيورتيكال تحط صفر ما فيش مشكله. اه لا انا ما بدي كونسايد صح. اوكي الكونسايد لو بدي الغيه، هاي الدائره هاي الكونسايد، هاي بدنا اياها. احنا قلنا كم؟ 20 صح؟ 20 مزبوط. آه تابعوا معي لانه انا بدي اشتغل سريع. ف وهاي 20 برضو بدل الصفر، وهاي 10 مش 20 عشان تيجي بالنص. جميل جدا. الحين انا بدي اطلع برا واسوي بوكيت لنفس الجسم وننزله تحت 20 مش 30. جميل جدا. الحين في هاي الحاله انا بدي اسوي هنا الشيء اللي نسيناه يعني هاي. طبعا ممكن انت تسوي البوكيت تايم، ممكن تسوي البوكيت تايم مش مشكله. يعني مثلا هاي نرجع هنا على السكتش تاع البوكيت، ممكن تسوي الفلت اللي سويته قبل. تذكرين الفلت اللي هنا هاي؟ اوكي اللي هي خلينا نسميها مثلا 5 ولا 10، 10 مثلا. وهاي وهاي لا ايش اللي عملناه احنا. طيب هاي وهاي كمان 10، هاي وهاي 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 خلاص. بس هيك نحطهم 10 10 وهي 10 10. طبعا هاي الفلتس ممكن تسويها انت كمان من 3D، ممكن تزبط معك من 3D زي ما انا نسويها الحين. يعني هاي هاي كمان شوي هنسوي لها ايش 3D. طيب خلينا نختار الخطوط. شايف هاي الاوبشن ما كان موجود عندي في الاول، انك انت تقدر تستخدم هاي الخطوط لانه هو معتبرها سوليد. طيب وهاي كمان again لازم اختار خط فقط. هاي بدي فيك الخط الاحمر كله اخذناه، فحن ممكن تاخذ الفلت هنا تسويه 5 5. اوكي شايف كيف هنا زبط، بس هنا في المرحله الاولى ما زبطش هنا. طيب الحين هاي القطعه جاهزه، قلنا شو بعديها لازم نسوي؟ ولو بعديها بنسوي انسرت بادي. الانسرت البادي هذا حنرسم هنا اللي هو اللون الاصفر اللي حكينا عنه. لا مش هي، بدنا نرسم مربع، مربع كامل. ممكن انا في حضحك عليه بشكل يعني مباشر اسميه فيكست هنا، بحيث انه ما خلاص ثابت يعني. بس هذا طبعا مش صحيح كلمه الفيكست يعني، للي بيعرف ايش اوكي او سريع زي بدنا نخلص بسرعه ممكن تزبط. ريفيرس قلنا هنا 30. جميل جدا. والحين هاي قلنا ايش ممكن نغير الشكل تاعها البروبرتيز عشان يبين الترانسبيرنت عندي يوم اني احتاجه، وبس عشان نغير اللون يكون بشكل مختلف يعني. اوكي طيب هيك جاهزين احنا بالنسبه للماشينينج جاهزين. الحين هاي ممكن اسوي لها هايد عشان ما بتلزمنيش. شو بعديها قلنا حنسوي؟ ها شباب شو بعديها قلنا حنسوي؟ حنروح على ايش؟ ستارت ماشينينج. هذا الشغل تاعنا الحين، ستارت ماشينينج، ادفانس ماشينينج. دخلنا في المكان الماشينينج قلنا، شو كمان بعديها قلنا؟ ها يلا بعديها شو قلنا كمان؟ شباب شو قلنا بعديها ما ندخل على الماشينينج شو بعديها نسوي؟ بنروح على نختار التول اللي بدنا نخش فيها اول شيء. ايش هي؟ لا قبل التول، في شغله سويناها قبل التول.
هاي ذاكرينها يوم قلنا نعير ال 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 والهاي ما عملناها احنا اللي عملناها يوم قلنا هاي البوكيت بدي اياها كذا. طيب ماشي هين اول شيء التول هاي بشكل عام تختار اسم المشين اوكي ما في مشكله هاي اوكي تختار هنا الكوردينات هذه يمكن ما عملناهاش يمكن اوكي الكوردينات تاعت المشين الكوردينات تاعت المشين هاي شايفينها اذا انت ما عملتها بسويها باي ديفولت بس يعني اوكي بس هو الافضل انت تختار اللي بدك اياه انت هاي الكورنر ممكن اختار الكورنر هاي واقول له انا بدي اياها هان مش هذه المنطقه شايفين المنطقه هاي هاي الكوردينات الاصلي عندي انا بختار الكوردينات اللي بدي اياها مثلا من فوق من هان صار لون اخضر اوكي شو كمان عندي هاي ايش هاي الايقونه معناها معناته هذا الجسم اللي بدي اقطعه الجسم اللي بدي اقطعه هو هذا الجسم طب الكليك ما زبط عندي معناته بروح اختاره من هنا اللي هو هذا الجسم اوكي هذا هو هاي اجى عندي كتابي هاي الجسم اللي انا بدي اقطع منه اللي هو الاساسي اللي سوينا له اخفاء انا هو اللي سوينا له اخفاء اللي هو البادي هذا اللي رسمناه ذاكرين وسوينا له هايد دبل كليك على بادي فعندي انا اجت ثاني طب البلين اللي حن السيفتي بلين في عندي سيفتي بلين سيفتي بلين اللي هو على الوجه هذا اوكي فصار عندي هاي كل التفاصيل انا ايش موجود ايش كمان في عندنا نحتاجه ما في شيء هذا طبعا هاي التفاصيل كلها مش بحاجه الها بس الجيومتري اوكي طيب الحين بعدها احنا قلنا هذه يمكن هاي الخطوه اللي نسيناها يعني نعرف المشين قصدي الستارت بوينت طبعا هو اذا انت ما عرفته زي ما شفته في المره الاولى تعرف عليها لحاله يعني عملها عشوائي من عنده طيب بعدها شو قلنا بنروح نعرف اوكسيلياري تول تشينج اند ميل هاي اول خطوه صح وبعدها ايش عندنا اي ثينك انها موجوده هنا قلنا اوكي هاي هنا بتسوي هنا ايش 10 مثلا وهي 10 اصلا موجوده 10 وهي 0 جميل وبعدها شو قلنا بنروح على الانسرت ماشين انكوربوريشن قلنا سيرفيس ورافينج وقلنا خطوات الرافينج سهله جدا انك تعرف الجسم اجين اللي بدك تقطعه اللي هو قلنا بادي 1 اللي هو بارت بادي والجسم اللي بدك تقطع منه اللي هو بادي 2 والسيفتي بلين اجين طبعا عشان كذا هن دوبليكيت يعني ممكن انت ايش تمشي الامور معك وهاي ما بعرف كيف الشكل اللي هو هذا هو اوكي شو كمان قلنا هاي طريقه اللي هي الزيجزاج نغيرها هذه قلنا بنصغرها شوي الراديال خلاص ثابت اكسل كله هذا ممكن نخليه زي ما هو هذه نشيلها قلنا بريفيو اكسلنت اوكي خلاص هذه جاهزه الحين الخطوه ممكن نسوي فيديو بس احنا الحين ماشي نسوي الفيديو اوكي خلينا نسوي الفيديو الثاني نسوي انسرت كمان مره اوكسيلياري اند ميل من قلنا هاي بدنا نسويها 5 عشان تكون اقل صح وخمسة هنا الخطوه الثانيه وقلنا هاي حسويها ايش 2.5 صح عشان حتعطيني اللي هو الجناب والشغلات هاي تكون ايش الفينش تاعها كويس طيب بعدها اوكي وقلنا هاي ندبل كليك عليها اعطتنا اوكي طيب جميل الحين بنروح قلنا انسرت وبعديها قلنا ماشينينج شو قلنا الثانيه الخطوه الثانيه سوينا رافينج شو بعديها قلنا ايزو ايش بارامتريك ماشينينج هذه ما زبطت معنا اصلا اللي هو قلنا هاي بنروح على المنطقه هاي تمام نختار هاي وحده ثنتين او معلش طيب بس خليني احركها 3 4 خلينا نسوي زوم 5 6 هاي ارجع للمنطقه هذيك كمان مره شوي بدها يعني تركيز وبدها شوية يعني تدريب برضو على الماشينينج خلاص بعدها بسوي اوكي اخترت كل الفلت اللي بدي اياه وبعدها بختار النقاط اللي احتاجها انا بس خلينا اشيك كان وين انا النقاط تاعتي في نقاط صفر هنا بيطلع معي اللي هم بداية الماشينينج خلينا بس اختار النقطة هاي اول شيء هاي شايفين هالنقطتين صفر هذول يعني منين بده يبدا او وين بداية الفلت وين نهاية الفلت يعني اخريته واوليته فانت بتسوي كليك هنا وكليك هنا وذاتس ات بالنسبه لنا طيب المفروض انه احنا هي جاهزين ايش كمان قلنا هنا ممكن نغير هنا قلنا زيجزاج اتس اوكي الراديال هنا قلنا بنصغرها شوي صح
شو كمان قلنا بنغير؟ طبعا التول زين انت اصلا جاهزه عندك. شوف البريفيو اذا بعطيني اوكي ولا لا. الحين شايفين اعطاني بارامتريك از اوكي، بعدين انا بعمل ايش؟ اوكي خلاص انا بعمل اوكي. الحين بنروح نسوي فيديو عندي للنظام. طيب خلينا نسوي فيديو نشوف في الحاله هذه هاي بتزبط معي ولا لا. طيب بعدها بنروح على هاي وبنروح على ريبلاي تو باث. طبعا هاي زبطت شايفينها، يعني هاي الخطوات تاعتها. خلينا نسوي فيديو عشان نشوف كيف بزبط. خلينا نسوي فيديو بس خلينا نزبط لكم الشكل عشان تبين معاكم يوم تسوي الفيديو. جميل جدا، خليني اطلعها هان عشان تبين معاكم. طيب هذا اول خطوات اللي عملناهم ذكرينهم، بس احنا ما سوينا لهاش فيديو المره هذه. هاي المره الثانيه شايفين هاي اللي قاعد بيسوي في الفينيشنج الاخير للكورنرز. شوفوا الجناب شو صار فيها، الجناب عملها بشكل منمق لانه هي تابعه للفلت. شو ظل باقي عندنا بعد ما اسوي الجناب؟ شو باقي؟ شايفين القطعه الخضراء هاي، هاي بدنا نسوي لها فيسنج. اخر شيء بدنا نسوي لها فيسنج. تمام، ما باقي عندي وقت، خلينا نسويها بسرعه عشان اهم شيء انا لازم افرجيكم كيف تطلعوا الجي كود، كيف تطلعوا الجي كود. لكن اجين بنسوي ماشين تول جديده اندمل. اوكي الخطوه الثانيه هذه خلينا نسويها خمسه از ويل. اوكي وهي خمسه وما مش بحاجه لرادياس لانها بتتسوي لي فينيشنج. طبعا هاي التولز حسب خبرتك وحسب ايش اللي تحتاجه انت. بعدها بنسوي ايش؟ فيسنج. قلنا بنروح على ماشين بريزماتيك فيسنج، فيسنج، وقلنا بنحتاج احنا نستخدم الفيس اللي هو اللي يحتاجه هنا. قلنا الكونتور خليه فراغ بينه وبين الثاني 2.5 مثلا. اوكي شو كمان ممكن نحتاج هنا؟ هاي قلنا زي ما هي ما في مشكله. نسوي بريفيو سكسسفلي كومبليتد. اوكي نسوي اوكي خلاص. اخر خطوه اللي هي ايش؟ اللي هي هاي اللي بنروح على تول تشينج ونسوي ريبلاي عشان نشوف هالكلام. شايفين الماشين وين موجوده فوق؟ نشوف هالكلام هذا صحيح ولا لا. زي ما انتم شايفين هنا الحين بده يبلش اخر شيء بالايش؟ بالفيسنج. بعمل الفيسنج صح؟ طب خلينا دقيقة بس معلش، اللي هو يمكن لازم ندخل هان نروح على الفيسنج ريبلاي. ايوه هاي الفيسنج اجاني هالحين. لازم تروح هنا على الفيديو وتسوي ايش؟ انت اللي هو اذا انتم ملاحظين الحين في النهاية حيبلش عندي يسوي الاخضر. خلينا اسوي لكم زوم اجين، الحين برجعها كمان مرة. إذا بدك تسوي زوم هنا وتشوف إنه هي شكل متناسق يعني. أوكي خلينا نسوي مرة ثانية وبعدها ندخل على الجي كود. طبعا هذا مثال إكزامبل بسيط على كيف إنك تعمل أنت. طبعا في تفاصيل مملة للموضوع، شو بدك تعمل، كيف بدك تسوي فيسنج، الرفينج ممكن تسوي وان تايم وممكن تضيف وان تايم، يعني الفيسنج ممكن تسوي مرحلة مرحلتين، ممكن تسوي فيسنج فوق في البداية إذا كان عندك ماتيريال زي ما قلتوا في البداية 10 سنت زيادة ولا 10 ملي، ممكن تسوي فيسنج في البداية and so on. تمام؟ طب الحين إحنا هذا كليته ممكن تسيفه، تسوي له سيف فايل سيف أز وتسيف عادي ملف موجود، تقدر تفتحه في لحظة بكل التفاصيل الموجودة عندكم على الشجرة. طبعا الشجرة هذه بتبين لك شو سويت ستيب باي ستيب، يعني رسمت هنا ورسمت هنا والماشيننج شو عملت، طول واحد وطول اثنين وطول ثلاثة، وهي اللي بتفتح هاي كمان بعطيك هذه رافينج وهي ايزومتريك وهي فيسنج. حتى الرافينج جواها بعطيك التول ايش اللي استخدمته تاعت الباث. شايفين شو اللي استخدمته في الايزومتريك اللي هو هاي التول باث. كل التفاصيل هاي عن طريق الشجره بتقدر ترجع لها في النهايه. هاي التولز اللي استخدمناها. اوكي طيب الحين هنا السؤال، كيف بدي اعمل انا الجي كود او كيف بدي اشوف الجي كود اني انا مثلا بدي اشوفه يعني بشكل انه اتاكد انه صح مش صح عن سؤال. اوكي اول شيء بتروح على تول اوبشن، بدك في شغلات لازم تعملها. بتروح على تول اوبشن، هذا اوبشن يعني تاعت البرنامج مش تاعت الرسمي. ها بتروح على كلمه اسمها ماشيننج، هنا كلمه اسمها ماشيننج شايفينها. اهم شيء هذا الخيار، هي عاده بتكون نان، بتحطه هذا في الايش سنت، تختار خيار السنت وبتاكد انه مكان التخزين وين بخزن. يعني هان هاي مكان التخزين شايفين الستور،
بخزن. طبعا هذا بتغيره زي ما بدك انت، بتحطه على الديسكتوب، بتحطه في اي مكان، دازنت ماتر، هذا بيرجع لك. واخر شيء الاكستنشن اهم شيء. شو يعني ان سي؟ سي ان سي يعني نيوميريكال كنترول. هي اصلا في البدايات زي ما ذكرنا في الليكتشر كانت في بداياتها اسمها ان سي نيوميريكال كنترول، بعدها سموها سي ان سي كمبيوتر نيوميريكال كنترول. فاهم ايش الاكستنشن لازم تغيره بحيث انه يكون عندك ان سي بعدها اوبجكت. طبعا الموجودات عندي من الاصل عشان كذا ما غيرت الشيء. طبعا انا عارف وين التول باث انه حيسيفه عندي في المنطقه هاي. اوكي بعدها شو بتعمل؟ بتروح على بسم الله الرحمن الرحيم على المانيفاكتشرنج على هاي، وبتروح على اليمين على هاي. تمام شو بعدها بتسوي عندك؟ في عندك جنريت، شايفين هاي زي اللي بقينا نروح فيها على الفيديو. الفيديو بس وين تيجي الفيديو؟ على التول. تول بعطيك فيديو ريبلاي. لكن اذا رحت على الشجره الام اللي هي المانيفاكتشرنج كل اللي عملناه في السي ان سي، بتروح بتيجي هان في اوبشن اسمه جنريت ان سي كود. جنريت ان سي كود طبعا هو مخزن عنده اوكي، لكن هذه هي اخر خطوه عشان تحصل الجي ان كود. طيب البارت اوبريشن هنا عندي ممكن تخليها فور سيلكتد فور اول بروجرام، هاي لازم تغيرها ان سي كود. ان سي كود طبعا في كودز ثانيه بس احنا بدنا نعتمد السي ان سي اللي هو جي كود. هذا في كود الاي بي تي والسي ال اف احنا اللي تعلمنا اللي هو ايش الان سي كود. شو كمان لازم نغير؟ ممكن انت هذا البارت اوبريشن ممكن تخليها، ممكن تحط بروجرام مش مشكله. بعدها هنا اوكي فروم ماشين هذا مش مشكله، كله باخذ الديتيلز فروم ماشين لانه حطيناها هان كلها. فورماتنج برضه فروم ماشين، نان 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 بديش شيء كله خذه من الماشين زي ما سوينا في البرنامج. اخر خطوه اللي هي هاي بالعاده انت فيها انواع كثير من الكودز تاعت الان سي عشان تحصل الجي كود اللي نعتاد عليه. ايش اسمه؟ سينامارك اللي هو ايش 840 دي. 840 دي اللي هو تقريبا خلينا نقول 1 2 3 4 4 من تحت. اوكي بس حط عليه كليك هنا وبعدها بتسوي ايش؟ اكزكيوت. اكزكيوت اوكي انا بقول لي سكسسفول. شايفين انتراكتيف ان سي اوتبوت جنريت سكسسفولي اندد وذ زيرو ايرور اند زيرو وارنينج، يعني معناته عندك الكود 100% شغال. تمام طبعا هنا بتروح هذا هو المكان التخزين تخزن فيه، ممكن تنسخه هيك اوكي تقول كوبي وتروح هنا على اي برنامج تفتح هان تحط في عشان يوديني بالضبط. بديش انا هذا شايفين هذا بروسيس 2 بارت اوبريشن 1 اسمه Process 2 Part Operation 1 بس أنا بدي أفتح لكم الفولدر. هاي الفولدر Process 2 Part Operation 1 اللي هي هاي. أوكي ممكن تفتح هاي ممكن تفتح هاي مش مشكلة. هذا هو الجي كود تاعنا واضح معكم؟ ذاكرين الإنز جي 0 جي 0 90 40 جي 1 مش عارف إيش، وبعدها بتبلش الإكس والواي والزد والتفاصيل كليتها. طبعا هذا لو بدك تكتب عيدك قديش بدك تقعد؟ كم سنة؟ شوفوا قديش طوله اللي عمله. فالبرنامج طويل جدا. طبعا عشان كذا احنا بنستخدم لو بدنا ننزل تحت نشوف كم سطر كاتب. كم سطر؟ لاحظوا فقط بين السطر والسطر 10. يعني عندي 4890 سطر، يعني هو 489 سطر البرنامج. يعني تقريبا 500 سطر. تمام وهذه عملية بسيطة جدا جدا جدا. طبعا انت اذا صار عندك اخطاء صار عندك اشياء معينة انت ممكن ايش تعدل على البرنامج الموجود عندك. طبعا لا تنسوا هنا جي 2 يعني جي 0 2 جي 1 جي 0 1 and so on. تمام واضح يا شباب؟ هنا ام 3 ذاكرين هن كلوز بروجرام. فهاي هي عملية السي ان سي عن طريق برنامج كاد كام. في ناس عنده اي استفسار سو فار؟ طبعا انا انصحكم يعني لو تروحوا على الـ على الـ على اليوتيوب هنا تفضل. اخر شيء ما سمعتش مش عارف الصوت بيقطع من عندي ولا من عند الكل. ما بعرف والله اذا عند الكل، لكن الحين كنت تحكي عن انا ايش كود. طيب خلينا ارجع لكم في اخر طيب ارجع لكم اخر خطوه. احنا قلنا اخر شيء بتروحوا على وين؟ على المانيفاكتشرنج بروجرام. بتروح على اليمين مانيفاكتشرنج بروجرام تول هاي، بتروح على شيء اسمه جنريت ان سي كود. تمام بعد ما تسوي جنريت ان سي كود تيجي عندك كاي الاوبشن، بتحط هنا بارت اوبريشن مثلا هنا اول اوف ذم. هذا اهم خطوه اللي هي ايش؟ اختار ان سي كود
اهم شيء هاي اختار انسي كود، وبعديها انا المكان البعث اللي بخزن فيه انت طبعا وين ما بدك بتغيره، بتختار وين بدك اياه، انا على هاي بتدعس تختار ديسكتوب تختار واتيفر اللي بدك اياه، لكن انا هذا هو مخزن عندي في هذا الملف. اخر شيء هذه التول موشنز اهم احسن شيء تحطها فرام ماشين يعني في كبدايه، بعدها بس تتعلم تقدر تغير الفورماتنج فرام ماشين، يعني باخذ الديتيلز كلها من اللي رسمناها هنا اللي حطيناها هنا التولز والتفاصيل هاي كلها. اخر شيء الانسي كود تختار الاوبشن اللي هو الرقم 4 من تحت اللي هو اس اي نيوميريكال اي كي 840 دي، هاي الاوبشن بتحط اكسكيوت بس بقول لك هنا سكسيسفول انه اكسكيوتد وات ايفر خلاص تمام 100% فيش ايرور زيرو ايرور اوكي. بتروح على الفولدر اللي شفناه في الاكستنشن اللي هو هاي هو ديسولت كات تمب، انت ممكن تحطه في اي فولدر بدك اياه. طبعا هذا هو الملف اللي سويناه له جنريت، اذا تلاحظ التايم الساعه 11:10 هاي الساعه 11:10. طبعا بعطيك تو فايل عاده، واحد نوت باد وواحد ملف عادي، هذا الديتيلز تاع الفايل. والملف الثاني طبعا هو ما بيفتحش عندك بالنوت باد، انت بتفتحه اوبن وذ نوت باد عشان بس ايش تشوفه. يعني لو رجعت هان لاحظوا انتوا ايش الاكستنشن تاعه ايش هو، اهم شيء ان سي فايل، ان سي فايل نيوميريكال كود فايل، دبل كليك عليه بعطيك الجي كود، هذا هو اللي حكيته اخر شيء تمام. طبعا انا يعني ممكن تروحوا على جوجل تكتبوا سي ان سي كاتيا جي كود مثلا وتحضروا يعني تفاصيل مملة أشكال مختلفة ليثينج ميلينجز، هذه شبيهة في اللي سويناها قبل شوي، هاي شبيهة في اللي سويناها قبل شوي، تفاصيل ثانية ممكن تسوي جروفينج، ممكن تتعلم بشكل موسع تمام. في ناس عنده سوفار أي سؤال على اللي شرحنا اليوم؟ هيك ممكن احنا أغلقنا الملف السي ان سي إن شاء الله، يعني هاي آخر محاضرة في السي ان سي. انتوا عارفين تكتبوا بإيديكو برامج بسيطة على الجي كود، وكمان هاي البرنامج عندكو الكاتية بصيروا انتوا كمان ممكن تدخلوا عليه. طبعا زي ما قلت لكم الرسمي انت مش بحاجة ترسموا على الكاتية مع انه very simple، لكن انت بتسوي export وimport من الكاتية. ممكن بس دقيقة هنا معانا دقيقتين كيف نشوف export وimport import file from SolidWorks كاتية. How to import file from CATIA to SolidWorks with free tutorial. هاي هذا الفيديو أنا ما هعرض لكم إياه، ما بعرف كم يعني دقيقتين ممكن نحضره مع بعض، بس هعود لكم إياه. هذا هو هنزل لكم إياه كمان على، طبعا يبدو عندي الإنترنت عشان ما بدي أثر على الزوم، خلينا أطلع منه. لكن هو How to import export بحط لكم إياه على كمان وين راح، بسم الله الرحمن الرحيم، اللي هو خلينا احط لكم اياه هنا قبل ما انسى عشان تستخدموه هنا. طيب هنا دوبلوكيت، ممكن هذه نشيل هالفيديو وهي نحط بدلها اللي هو الفيديو الجديد، بيست انتر ديليت. هذا يعني مهم الفيديو، بس خلينا اخذ العنوان how to import file from CATIA to SolidWorks. لا هذا العكس، مش مشكله هاي ولا هاي، مش مشكله يعني هاي تحول من كاتيا لسوليد وورك او من سوليد وورك لكاتيا، حتكون البروسيس فايس فيرسا يعني. اوكي جميل جدا، خلينا اشوف اذا في ملف بالعكس فروم كاتيا هاو تو امبورت كاتيا بارت تو سوليد وورك، لا هاو تو كونفرت سوليد وورك فايل to steep and open it in CATIA. هاي كمان هذا الملف، يعني رجاء أنا ما شفت الملفات يعني داخليا، يعني ممكن يكون فيها مشاكل ما أعرف صراحة. خلينا نشوف بس يفتح الملف. بلاش يكون فيها مشاكل، أنا بسوي تشيك عليها later on لأنه باقي معنا دقيقة. هذا هو يعني CATIA، هاي هذا السوليد وورك كيف بدك تدخل يعني داخل عليه بالاتجاهين، يعني من الكاتية لسوليد وورك ومن سوليد وورك للكاتية، هاي فايس فيرسا. حاط كيف تسيف الملف تعاود تيجي تفتحه من الكاتية او العكس
تمام. فانت بالنهايه بترسم في السوليد وورك وتجي على الكاتيه بتسوي ماشينينج زي ما تعلمت. تمام. طيب خلينا احط لكم هذا الملف، يبدو افضل من الاولاني. في شغله اخيره قبل ما تغادروا اللي هي ال بسم الله الرحمن الرحيم، شو كنت بدي احكي؟ اللي بدي احكيه انه حاودي لكم اليوم او بكره بالكثير، اللي هو طبعا يوم الخميس المفروض ما في ليكتشر صح، لانه عطله اللي هو راس السنه اللي هو 7 شهر. فحاودي لكم بس برنامج صغير زي هاي، رسمه زي هاي ممكن، وين راحت؟ مش الدريلينك، ممكن اعطيكم على هاي رسمه زي هاي بسيطه، بس تكتبوا لي الجي كود يعني از هوم وورك عشان اضيفه للعلامات مع الـ مع الـ مع الكويزز اند سو اون عشان تصير اموركم افضل. عن طريق الكاتيه ولا عادي ايد او بنفع؟ لا 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 لا، حجيب لك واحد فيري سمبل زي هيك بالايد، يعني 15 اسطر بالكثير، يعني بدي اياه بالايد عشان اتاكد ان كنتوا ايش انتوا فاهمين بالضبط تكتبوا الجي كود بالايد، لانه على الكاتيه اي دونت كير يعني، لانه سهل جدا ممكن تدخل على اليوتيوب تتعلم اللي بدك اياه. تمام. جميل يا شباب. طبعا اللي عنده محاضره او شيء ممكن يغادر، يعني ما فيش ناس بيرتبط يعني ممكن يغادر. اوكي الخميس بدك تبعث لنا اياه ان شاء الله، يكون معي فراغ اليوم واكتبه واجهزه واودي لكم اياه، بس انا بدي احاول ادور لكم على رسمه بسيطه يعني مش كبيره، اذا لقيت اليوم بوديها او يعني بالكثير من هلا يوم الخميس بكون عندكم، ويوم ما اوديكم اياه بكون معاكم اسبوع تتسلموه. تمام. كل احترام. تمام يعطيك العافيه دكتور. بدنا نعطل يعني اي سلام اخذه. ايوه انت تشتغل يوم الخميس، انا بقول معك اسبوع، انا بس بقول لك يعني من هلا يوم الخميس بكون عندك الملف، يعني انا ما قلت لك تشتغل يوم الخميس، الديدلاين بكون الخميس اللي بعده، اذا سلمت الخميس بعطيك اياه الخميس اللي بعده، اذا مثلا اليوم ثلاثة اللي بعده ان سو اون. طبعا نعطل، كنت بدك تعطله واحنا حنعطل يوم الخميس. حياكم الله. تحتاجوا شيء ثاني مني يا شباب صبايا؟ سلامتك دكتور. سلامتك. طيب موفقين ورب نجيب في الخير ان شاء الله. شباب قبل ما انسى، الكاتيه انا قاعد بسوي له سينكرونايز عندي على جوجل درايف، بس يصير له سينكرونايز على طول بودي لكم اللينك تاعه عشان اللي حاب ينزله على ايش على الكمبيوتر تاعه، بس هو بس يصير عندي سينكرونايز ان شاء الله، اظن 7% نزل منه، بس يصير عندي 100% بس لكم كمان هذا في ريتاج لينك وتنزيله فيري سمبل ستريت فورورد ان شاء الله. تمام. يعطيكم العافيه. دكتور بدي اسالك. تفضل. المفروض احنا نستخدم الكاتيا بس، ممكن نستخدم شيء ثاني؟ لا 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 لا، ادخل على جوجل وعلى اليوتيوب شوف البرنامج اللي بدك اياه، انا ما بعرف اذا السوليد وورك بسوي ولا لا، خلينا اشوف معك، انا لاني متعلم على الكاتيا، هو برنامج يعني بيرفكت وفي كل اللي زي ما شفت يعني في اوبشنز كثير، عشان كذا انا متعود عليه، ما بعرف اذا هو السوليد وورك. هاي في السوليد وورك يعني ممكن تتعلم دايركت من السوليد وورك، يعني ما بعرف، هي في سي ان سي كود جنريت يوزنج سوليد وورك، ما في مشكله تعلم يعني، خشوا في الفيديو هذا، خلينا احط لكم اياه. طبعا انا ما بحبش احط فيديو انا ما حضرته ان ديتيلز، لانه ممكن يكون في اخطاء او ممكن يكون في كلام مش صحيح، فبحب انا اكون متعود اني استخدم ملف. خلينا بس دبل تشيك. طبعا هذا مسوي شيء تقريبا زي ما نقول زي الرسومات اللي على الخشب اللي موجود السي ان سي الموجوده في المحلات الحاليه، اللي هي ترسم على الخشب اشكال الوان ورود مش عارف ايش، بس يبدو انه يو كان دو ثرو سوليد وورك، اي برنامج المفروض انه يعطيك يعني يساعدك كيف توجد جنريت الجي كود، يعني ديسكورد. دكتور في الفاينل اس احنا راح نعمل السي ان سي كود اللي حكيت لنا عنه زي الاساينمنت، ولا راح نشتغل على برنامج زي هيك؟ لا لا لا، البرنامج جاست فور يور ريكورد، ما حسالكم عن برنامج الكاتيه، لانه هو عشان تكون في الصوره، يعني برنامج احسلك عليه لازم تاخذ فيه 3-4 ليكتشرز وعليه هوم وورك عشان تفهم تتشرب المعلومه. اوكي، فانا حسالكم فقط يعني اذا بدي اجيب لكم سؤال في الفاينل حجيب لكم سؤال فيري سمبل زي اللي في اللي شفناها في الباوربوينت. اوكي، فيري سمبل، جي كود على ايدك تكتب 10 سطر 15 سطر بالكثير. تمام. خلص تمام، يسلم ودي، حياك الله. يعطيك العافيه دكتور.
طيب يعطيكم العافية، نشوفكم على خير إن شاء الله. خليني أنا بس أعدل هاي، خلينا نسوي ستوب للريكورد. أوكي.